انت متأكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا باشا ده إرهابي وجايب لي ريموت بتاع قنبلة ميكانيزمية، ده أكيد هيفجر حاجة في البلد، مش بعيد يكون هيفجر الاسم بتاعكو ده. ايه؟ طب هو فين؟ في الحفظ والصون يا باشا. يا باشا والله والله زي ما بقول لحضرتك كده، هو ده كلام ناس عاقلين؟ مكنة زمنية ازاي يعني؟ اي مكنة ايه يا جاهل؟ اسمها تايم ماشين. وهو صاحبك مخبي الكائن ده فين؟ في بيته في حدائق القبة. طب قدامي يا اخويا الشعب الشرطه انجروا قدامي على البوكس. الشعب ماشي وافي بس مش كده، مش كفايه ايد واحده. مستر هنيدي، انت شكلك بتحب البلد دي قوي، وشكلي كده كلامي قلقك. طبعا بحب البلد، وهو انا اعرف اي حاجه غيرها في الكون ده كله؟ بس انا عندي سؤال واحد، انتوا حاسين بسعاده واستقرار في زمانكم؟ انا بتاع تاريخ يا مستر هنيدي، وكل بلد في العالم شافت ايام حلوه وايام واحنا اكتر ناس بنعرف نعيش، ومفيش حاجه بتهزمنا. ما تقلقش علينا، احنا تمام والبلد تمام. انت بتعيط ليه دلوقتي يا كلب البحر؟ انا عارف بقى، هما دايما بيعيطوا في المشاهد دي يا عمو. طب اجري اجري افتح الباب. عم سوبر هنيدي فين؟ ايه ياض انت جاي محل بقالة؟ ايه هو اللي عم سوبر هنيدي فين؟ في ايه؟ في ايه؟ المباحث قفشة وسط عبدين وسحبينه من قفاه، وشكلهم جايين على هنا، لو عندك حاجة شمال لمها. شمال؟ امشي يلا فور. هنعمل ايه دلوقتي؟ البوليس جاي على هنا. يعني ايه بوليس؟ يا نهار اسود، وكمان عايشين من غير بوليس؟ طبعا، بيقولك البلد كلها متراقبة وماشية بالشريحة، هيعوزوا البوليس في ايه بقى؟ هي ايه المشكلة؟ المشكلة انهم لو مسكوك البلد كلها هتعمل عليك زفة، وهتبقى فرجة البرامج كلها، ومش بعيد يعدموك. ليه يعني؟ عشان انت هتقول حقيقة البلد في السنين الجاية، واليومين دول الحقيقة متلخبطة ملهاش سوق، احنا لازم نخفيك لحد ما نعرف نرجعك. مستر هنيدي، انا كان ممكن اعرف ارجع في اي لحظة، انا معايا جهاز سبير اصلا للطوارئ، بس انا حبيتكو وحبيت اقعد معاكو على قد ما اقدر. ما تقلقش، لو عايز نمشي همشي في ثانية. معلش يا سايتو، ده لمصلحتك ولمصلحتنا، روح بقى وبتعالى زورنا لما تعرف. ممكن بس قبل ما تمشي تجاوبني على سؤال واحد؟ ايه؟ الزمالك هيفوز بأي دوري في الخمسين سنة اللي جايين دول؟ زي ما حضرتك شايف كده، ما عنديش اي مخلوقات غير كلب البحر ده، احنا كنا بنشتغل عبدين، بعتناه عشان نعرف نلعب براحتنا، زي ما انت شايف مفيش غير دراعين للبلاي ستيشن، وهو قرفنا طول اليوم عايز العب بلاي ستيشن وهو ملوش فيها اصلا. يعني صاحبك ده مجرد شخص مغفل عادي يعني؟ يا فندم انا كل اصحابي ولله الحمد يا مغفلين يا كلاب بحر، زي ما حضرتك شايف كده. طيب عن اذنكم بقى، انا مغفل يا هنيدي. الشرطة والشعب ايد واحدة. انا معاك يا باشا، ده الشعب والشرطة ايد واحدة ايد واحدة. هنيدي، اوه عايز ايه يا نيلة؟ عندي ليك مفاجأة، انا صلحت الجهاز بتاع سايتو، انت دلوقتي تقدر تسافر عبر الزمن. ايه؟ طب الجهاز ده فين يا عبقرينو؟ هديهولك في حلقة بكرة. سلام.